السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله أكون جميعا بخير. هنتكلم مع بعض عن الأهمية العلمية لتقدير المكافئ الوراثي. كنا اتكلمنا قبل كده عن المكافئ الوراثي وعرفناه بأنه عبارة عن مقياس إحصاء وراثي يبين أهمية كل من الوراثة في توارث الصفة الموجودة عنده. هل هي بتساهم بجزء كبير، الوراثة بتاعة الحيوان ده بالجان بتساهم بجزء كبير في هذه الصفة محل الدراسة، او واذا كانت بتساهم بنسبه كام. حتى كنا قسمنا الصفات طبعا لقيمه المكافئ الوراثي الى صفات عاليه ومتوسطه ومنخفضه المكافئ الوراثي، واتكلمنا ان الصفات الانتاجيه عندي في الحيوانات الزراعيه صفات معظمها متوسطه المكافئ اللي ايه الوراثي. طيب ليه انا بحدد او بقدر المكافئ الوراثي او الهيرتابيليتي؟ قال لك اول حاجه او اول اهميه علميه لتقدير المكافئ الوراثي اللي هو بيفيد في تحديد طريقة التزاوج اللي بيتبعها المربي في قطيعه. معنى الكلام ده ايه؟ عندي مفهومين للمكافئ الوراثي. اول عندي المفهوم الواسع والمفهوم المحدد. كنا بنتكلم في المفهوم الواسع، هو عبارة عن التباين الوراثي الى التباين الكلي، واتكلمنا التباين الوراثي بيشمل على 3 حاجات اللي هو نتيجة للتأثيرات المضيف والتأثير السيادي والتأثير التفوق. فقال لك إذا كانت قيمة المكافئ الوراثي الموجودة عندي بعد ما قدرتها كبيرة بالمفهوم الواسع، لو كانت قيمته بالمفهوم الواسع كبيرة، معنى ذلك إن أنا عندي التأثيرات السيادية والتفوقية لها دور موجودة عندي أو قيمتها كبيرة، وبالتالي المربي لما يجي يحسن في الصفة محل الدراسة لابد من اتباع الإيه؟ الخلط، لابد من اتباع الخلط. ليه؟ لان عندي التاثيرات السياديه والتفوقيه كبيره، قيمتها كبيره، بعكس اذا كانت قيمه المكافئ الوراثي كبيره بس للتباين والايه المضيف اللي هي بتاعه المفهوم الايه المحدد. لان لو كانت قيمه المكافئ الوراثي موجوده عندي كبيره برضو بس بالمفهوم المحدد، او بمعنى ادق ان بالمفهوم المحدد هي عباره عن التباين المضيف الى التباين الايه الكلي. فاذا كانت التاثيرات المضيفه قيمتها كبيرة ومقبرانة من قيمة المكافئ الوراثي، في الحالة دي يتم اتباع الايه الانتخاب، يعني ما اعمل عملية تحسين الصفة محل الدراسة اعملها عن طريق الانتخاب ما بين الحيوانات، ما اعملش خلط وتهجين بقى لان انا عندي التأثيرات المضيفة قيمتها كبيرة، واللي بتعبر لي اصلا عن قيمة البريدنج فاليو او قدرة الاباء على تمرير عوامل الوراثية للايه للاباء. فبالتالي انا انتخب للاباء الموجودة عندي وابدأ ان انا ازوج منهم، فبحصل على قيمة عالية للتحسين للوراثة. فبالعكس تماما اذا كانت عند قيمة المكافئ الوراثي قليلة وقليلة، فبالتالي كل من التأثيرات السيادية والتفوقية ملهاش تأثير في الصفة الموجودة عندي، يعني مقدار او جزء الوراثي دوره قليل بالنسبة للصفة محل دراسة. فبالتالي عملية التحسين لهذه الصفة يتم عليها عن طريق التحسين لعوامل البيئة، هيكون اكثر جدوى من عملية التحسين الايه الوراثي. فبالتالي قيمة الوراثة المكافئ الوراثي بتلعب عنده دور كبير. هل هي كبيرة؟ ولو كانت قيمة المكافئ كبيرة، هل هي كبيرة للتأثيرات المضيفة ولا كبيرة للتأثيرات السيادية والتفوقية؟ فمن خلال ذلك هتبع طريقة دون الايه الأخرى في عملية الايه التحسين، ولو كانت منخفضة هتبع طريقة ثالثة ومختلفة تماما. فمن هنا قيمة المكافئ الوراثي بتلعب له دور في طريقة التزاوج اللي هتتم بين الحيوانات. قال لك تاني حاجة ان قيمة المكافئ الوراثي بتعتبر عامل محدد لعملية التحسين الوراثي، خاصة الناشئ عن عملية الانتخاب. ازاي؟ قال لك الاستجابة للانتخاب او مقدار التحسين الوراثي اللي انت بتحصل عليه هو عبارة عن قيمة المكافئ الوراثي في الفارق الانتخابي. وعرفنا قيمة المكافئ الوراثي يعني ايه، او المكافئ الوراثي عبارة عن ايه، او بين ايه اللي هي اهمية الوراثة في توارث هذه الايه الصفة في الفارق الانتخابي. الفارق الانتخابي ده هو عبارة عن ايه؟ قال لك الفرق الانتخاب هو عبارة عن الفرق ما بين متوسط الآباء المنتخبة والمتوسط العام للقطيع. بمعنى الأفراد اللي انتخبتها وخليتها بقى الجيل التاني بيزيد متوسط إنتاج عن متوسط القطيع بقد إيه؟ الزيادة اللي بتزيدها هذه الأفراد هي عبارة عن الفرق الانتخاب. طب السؤال هنا، هل قيمة الفرق الانتخاب أو مقدار الزيادة اللي بتزيدها الأفراد اللي انتخبتها دي عن متوسط القطيع، هل كلها بتورث في الاباء او في سوري في الافراد، هل بتورث في افراد الجيل التالي ام لا؟ قال لك دي يتوقف على قيمه المكافئ للوراثه. ممكن القيمه دي كلها تورث، يعني لو كان الافراد اللي انا انتخبتها
بيزيد عن متوسط القطيع وليكن بخمسة كيلو جرام كمتوسط وزن، ممكن الخمسة كيلو دول كلهم يتوارثوا في الجيل الثاني إذا كان قيمة الكافي الوراثي هنا كام؟ بواحد. ولكن نلاحظ ان معظم الصفات عندنا ما بتكونش قيمه المكافاه الوراثي بتاعها بواحد، معظم الصفات الانتاجيه قيمتها بتروح من 2 من 10 ل 4 من 10. فبالتالي هنلاحظ ان مش كل الفرق الانتخابي اللي بتزيد بها الافراد المنتخبه بتورث للجيل الثاني، ولكن ده يعتمد على قيمه المكافاه الوراثي الموجوده عندي هنا. فبالتالي قيمه المكافاه الوراثي ده بتاثر لي في مقدار التحسين او الاستجابه للانتخاب اللي بحصل عليها في الاجيال اللي بعد ايه كده. الحاجه الثالثه، قال لك ان قيمه المكافئ الوراثي تحدد اعداد الناس المستخدمه في تقدير اختبار النسل. اختبار النسل بيتم للطلائق عشان ابدا اقيم صفات على الطلائق، يعني زي صفات انتاج اللبن. ما اقدرش اقيمها على الذكور الموجوده عندي، لكن بيتم اختبارها عن طريق حاجه اسمها اختبار النسل، اللي انا ببدا اخد سيمن من هذه الطلاق او السائل المنوي وابدا القح بيه عدد كبير من الناس الموجوده عندي وابدا اقيم الصفه على نسل الطلاق دي فيما بعد. فقال لك قيمه الوراثي، قيمه المكافئ الوراثي بتحدد الاعداد، لان طبعا لو انخفضت القيمه او زادت زي ما هنشوف وهنتكلم عنه في موضوع بعد كده. رابع حاجه، قيمه المكافئ الوراثي بتدخل في حسابات ادله الانتخاب لاكثر من صفه، لان انا عندي الانتخاب او طرق الانتخاب عندي ثلاث طرق من طرق الانتخاب، اللي هي من ضمنهم أدلة الانتخاب. عندي الانتخاب بالمستويات المستقلة أو الاستبعاد بالمستويات المستقلة، والانتخاب التتابعي، وطريقة طريقة من طرق الانتخاب أو إزاي نعمل انتخاب اللي هي حاجة اسمها أدلة الانتخاب. وقيمة المكافئ الوراثي بتدخل، وهنشوف الحاجات دي مع بعض في مواضيع، بتدخل عندي في حساب أدلة الانتخاب أو أجي أعمل دليل الانتخاب لصفة ما في القديم. تمام. الحاجة التانية هنتكلم عنها وهو طرق تقدير المكافئ الوراثي. طبعا كنا ذكرنا الطرق دي بشرح والتفصيل وازاي بحسب، ولكن هي مراجعة سريعة. أول طريقة من طرق الحساب اللي هي عن طريق المجاميع المتطابقة الوراثية أو الأيزوجينكس لاين، وقلنا طرق الانتخاب طرق تقدير المكافئ الوراثي كلها هي بتعتمد على أنت يكون عندك أفراد، المقارنة ما بين افراد درجه القرابه او الشبه بينهم كبيره ومقارنتها بافراد اخرى درجه الشبه والقرابه بينهم بعيده. فاول طريقه من الطرق المستخدمه اللي هي عن طريق المجاميع المتطابقه وراثيه. فنلاحظ عندي هنا الفاريانس، فبنلاحظ عندي هنا اذا كان عندي بالنسبه للمجاميع المتطابقه عندي التوام، في منها المتطابق وعنها توام غير متطابق. التوام المتطابقه اللي هي بتكون ناتجه من بويضه واحده اخصبت بحيوان منوي واحد ثم انقسمت بعد ذلك لتديني فردين. لكن التوام غير متطابقه هي عباره عن بويضتين كل منهما اخصب بحيوان منوي منفصل عن الاخر وادتني فردين. فدي بيسموها مجاميع متطابقه وراثيه، اللي هي بويضه واحده وحيوان منوي واحد وبعد كده انقسم. وتوام غير متطابقه اللي هي عباره عن بويضتين كل منهما اخصبها بحيوان منوي مختلف، ولكن هو في نفس الرحم ونفس العضو. فاذا قارنت ما بين الحالتين دول، الحاله الاولى المجاميع المتطابقه وراثيه، لما نيجي نشوف الاختلافات اللي ما بينهم هنلاقي الاختلافات ناتجه عن البيئه فقط، لان هما وراثيا واحد، الاثنين وراثتهم ايه؟ واحد. لكن لما نيجي نشوف اي اختلاف هيحصل ما بينهم هيكون ناتج للبيئه. بينما في المجاميع الغير متطابقه الاختلاف الموجود ما بينهم اختلاف هيكون راجع للبيئه والوراثه، لان هما وراثيا مش واحد، وكذلك بيئيا اكون في بيئات ايه مختلف، هو البيئه تاثر عليهم هما الاثنين. فاذا قارنت المجاميع اللي هي الغير متطابقه وراثيا بالمجاميع المتطابقه وراثيا هتديني تاثير الايه الوراثي الموجود عندي او الاختلاف الوراثي، لان انا بطرح الاول اللي هي المجاميع الغير متطابقه وراثيا الاختلاف راجع للبيئه والوراثه، من المجاميع المتطابقه وراثيا اللي هي اختلاف راجع للوراثه بس، فبالتالي هيبين لي الجزء الوراثي الموجود عندي زي ما موجود عندي في القانون. الفاريانس الموجود ما بين المجاميع الغير متطابقه وراثيا بطرحه من المجاميع المتطابقه وراثيا. المجاميع الغير متطابقه دي راجع للبيئه والايه والوراثه، بينما المجاميع المتطابقه ده راجع للبيئه فقط. فبالتالي الجزء ده هيبين لي اللي هي الايه الاختلافات الراجعه للايه للوراثه. اما هنا بطرح برضو طرحت المجاميع الغير متطابقة من المجاميع المتطابقة،
بالإضافة إلى الإيه المجاميع أو الاختلافات الموجودة ما بين الحيوانات الإيه المتطابقة وراثيا. بضرب هنا في اتنين عشان خاطر المجاميع الغير متطابقة، لأن ده يعتبر أخوة أنصافة شقة، فبضرب هنا في اتنين وهكذا هنا في اتنين. فبالتالي برضو قيمة المكافئ الوراثي بتبين لي اللي هي عبارة عن التباين الوراثي، اللي هو هيكون راجع إن أنا بطرح القيمتين دول من بعض اللي بتبين لي قيمة الوراثة، إلى التباين الإيه الكل. تمام. الحالة التانية اللي هي عن طريق تجارب الانتخاب. قال لك في تجارب الانتخاب العائد أو مقدار التحصيل الوراثي بيساوي الفرق الانتخابي في المكافئ الوراثي، ودي كنا اتكلمنا عنه في الأهمية الإيه العلمية لتقدير المكافئ الوراثي. فمن خلال هذا القانون ممكن أطلع قيمة المكافئ الوراثي اللي هي هتكون عبارة عن العائد من الإيه الانتخاب، العائد من الانتخاب على مجموع الفوارق الإيه الانتخابية. وفي الحالة دي المكافئ الوراثي بهذه الطريقة بيسموه المكافئ الوراثي المحقق، لأنه تم حسابه من تجربة عملية، لأن أنا هعمل تجربة انتخاب وأقيس مقدار التحسين في نهاية هذه الإيه التجربة، فبالتالي أقدر أستدل من خلال هذه التجربة على قيمة المكافئ الوراثي للصفة محل الانتخاب الموجودة عنده. الحالة الثالثة اللي هي عن طريق العلاقة ما بين الأب وابنه، وديا استدل أو بيتم فيها لأن الأب بورث نص عوامل الوراثية للابن، يعني نص تركيب الوراثي للابن هو جاي عن طريق الايه الاب، فبالتالي في ريليتد او في علاقه ما بين الاب وابنه، في علاقه موجوده ما بين الايه الاب وابنه، الاب بيورث نص جيناته للايه للابن بتاعه. تمام. وممكن احسب الهرتابيليتي او قيمه المكافئ الوراثي عن طريق معامل الارتباط ما بين الاكس والواي اللي هو الاب والابن، او عن طريق معامل الاعتماد او انحدار مين بقى الابناء على الاباء، معامل اعتماد الابناء على الايه الاباء، لان الابن هنا هو اللي بيكون معتمد على الاب بتاعه بالنسبه للحصول على العوامل الايه الوراثيه، والاب هنا يقصد به الذكر او الانثى ايا كان على حسب العلاقه الموجوده. فالاب هنا مقصوده الاب او الايه الذكر او الانثى. تمام. لان في بعض الصفات ما اقدرش اقدرها الا على مثلا العلاقه ما بين الام وبنتها، زي صفه انتاج اللبن، ما اقدرش مثلا اقدر صفه انتاج اللبن على الذكور، ممكن اقدرها على الايه الاناث. فبالتالي لو انا بقدر العلاقه دي هقدرها ما بين الايه الانثى كأم وبناتها كايه كأنيث. قال لك المكافئ الوراثي في هذه الطريقه بيحتوي على او قيمته بتكون بتحتوي على كل التباين التجمعي بالاضافه لجزء من التباين التفوقي، عشان كده هي بتحمل على جزئين، جزء كل التباين التجمعي، انا عندي التباينات ممكن يكون تباينات راجعه تباين التجمع او السياده او المضيف، او التباينات الاميه او الابويه سواء كانت ام او ذكر. تمام. فنلاحظ ان دي بتشمل على جزئين من التباين، فعشان كده بتقل عن العريض وبتزيد عن المكافئ الوراثي بالمعنى الايه المحدد. تمام. وهذه الطريقه عند حساب المكافئ الوراثي بتتطلب ظهور الصفه على مين؟ الاب وابنه. تمام. لان لازم اقيس العلاقه او الارتباط ما بين هذه الصفه على الاب وابنه. طيب رابع طريقه من طرق حساب المكافئ الوراثي عن طريق الاخوه الاشقه او الفول سيبس. قال لك الارتابيليتي بهذه الطريقه هو عباره عن ضعف معامل الارتباط الموجود ما بين الاخوه الايه الاشقه، الاخوه الاشقه اللي هي بتشترك في الاب والام، اشتراكهم في لين في الاب والايه والام. فبقيس الصفة هنا على الأخ الأول وبقيس الصفة على الأخ الثاني وبحسب معامل الارتباط ما بينهم ومضروبه فين؟ في اتنين، هي ضعف معامل إيه؟ الارتباط. طيب قال لك المكافئ الوراثي بهذه الطريقة المحسوب بهذه الطريقة اللي هي العلاقة ما بين الإخوة الأشقة بيحتوي على كل التباين التجمعي ونصف التباين السيادي وجزء من التباين الإيه؟ التفوقي. يعني كل التباين التجمعي ونص السيادي وجزء من التباين الإيه؟ التفوقي. وضعف التباين الايه الامي، وضعف التباين الامي وجزء من التباين الايه البي. ليه هنا ضعف التباين الامي؟ لان هنا العلاقه الموجوده بتحسب في الاخوه الاشقه بيشتركوا في الاب والام، يعني الذكر او والانثى، فعشان كده بتشتمل او بيتحتوي على ضعف التباين الايه الامي اللي اشتراكهم فين في الاب والام. بالعكس زي ما نشوف دلوقتي في الخطوه رقم 4 او في التراك رقم 4 الاخوه الانصاف اشقه. تمام. الهاف سيبس هنشوف الايه الحته دي دلوقتي بالاضافه الى جزء من التباين الايه البي. والطريقه دي
ممكن اللي يتم حسابها او تقديرها في الحاجات اللي بتستلزم ذبح الحيوان. الصفه بتظهر على الفردين او الاخين الموجودين عندي، وممكن اللي انا بعد كده استخدمها في الصفات اللي بتستلزم ذبح الحيوان، زي صفه نسبه تصفي وتشافي. عشان احسبها لازم اذبح الايه الحيوان عندي، او معظم صفات الايه الذبيحه اللي بتستلزم ذبح الايه الحيوان. فبالتالي ممكن ان انا اقدر الصفه على الافراد الموجوده عندي بعكس الطريقه دي، او الطريقه اللي هي كانت العلاقه ما بين الاب وابنه في الحلقه، ما ينفعش ان انا احسب فيها او استخدمها في حساب نسبه او الصفات اللي بتستلزم ذبح الحيوان زي نسبه التصافي والتشافي. الخطوه رقم اربعه او طريقه رقم اربعه في حساب الهيرتابيليتي او المجاف الوراثي عن طريق العلاقه ما بين الاخوه الانصاف اشقه الهاف سيبز. وفي الاخوه الانصاف اشقه دي اللي بتشترك في احد الاباء، ممكن تشترك في الذكر او تشترك فين في الانثى كاب يعني. طيب قال لك في بالنسبه للطريقه اللي بتعتمد على الاخوه الانصاف الشقه، بيكون 4 اضعاف معامل الارتباط ما بين الاخوه الايه الانصاف اشقه. وكنت الهيرتابيلتي في الحاله دي بتحتوي على كل التباين التجمعي وجزء من التباين التفوقي واربع امثال التباين الايه الامي، ولا يحتوي على تباين سيادي او مشتقات، يعني ما فيش تباين الايه السيادي. وليه هنا ما فيش بالتباين السيادي؟ لان العلاقه الموجوده هنا بتعتمد على احد الاباء، اب واحد فقط، بعكس الثانيه الحاله الاولى اللي هي في الاخوه اللي اشقه، كنا قلنا هنا اللي هي بتحتوي على التباين الايه السيادي، فيها جزء نصف التباين الايه السيادي، يعني بتستمد العلاقه عن طريق كلا الايه الابين. لكن في الطريقه بتاعه الاخوه انصاف الاشقه بتحتوي على 4 امثال التباين الامي بالاضافه الى التباين الايه السيادي، واربع امثال لان هو هنا يعني بيعتمد على احد الايه الاباء في مصدر العلاقه. في الاخوه انصاف اشقه هو بيعتمد على اب واحد فقط كمصدر في موجود في العلاقه الموجوده عنه، تمام زي ما هو ذاكر هنا، لان العلاقه بين انصاف الاشقه مستمده عن طريق ايه احد الاباء فقط، وممكن يكون هي الايه الام. كان عندي من ضمن الطرق اللي انا ممكن اقدر عن طريقها حساب المكافئ الوراثي اللي هي عن طريق جداول تحليل التباين. وكان عندي نظامين في جداول تحليل التباين، اللي هو التصور الاول لو كان عندي السايرز او طلوع، وبيديني مجموعه من الابناء اللي هي بتكون انصاف اشقه. في التصور التاني لو انا عندي طلوع، والطلوع ده بيلقح مجموعه من الاناث، وكل انثى بتديني مجموعه من الابناء، فبالتالي الابناء اللي داخل الطلوع بيكون اخوه ايه اشقه. وقلنا ممكن نقدر قيمه المكافئ الوراثي، طبعا الموضوع ده اتكلمنا عليه سابقا، عن طريق 3 تاثيرات موجوده عندي، عن طريق تاثيرات السايرز او تاثيرات الدامز او تاثيرات متوسط السايرز مع الايه مع الدامز اللي هو الطلوع مع الام مهي. قال لك بالنسبه للتصور او الحاله الاولى اللي ممكن يتم عن طريق حساب السايرز، قيمه المكافئ الوراثي طبعا كنا بنطلع ال3 قيم دي، وكل قيمه مختلفه عن الثانيه، كل قيمه بتكون مختلفه عن الثانيه. ايه سبب اختلاف ال3 قيم؟ قال لك التصور او الجزء او الحساب الاول اللي هو عن طريق التباين في القيمه الفعليه للطلائق عن طريق السايرز بيشمل على كل التباين التجمعي وجزء من التباين التفوقي في بسط الايه المعادله، يعني المحسوب بهذه الطريقه بيشمل على التباينات التجمعيه وجزء من التباينات الايه التفوقيه. لكن عن طريق لو انا بحسب قيمه الهيرتابيليتي او المكافئ الوراثي عن طريق الدامز او الطلائق، فبيشمل المكافئ الوراثي على 4 اضعاف تاثيرات الاميه او الماتيرنال افكت الموجوده عندي، بالاضافه الى التباين الايه التجمعي والتباين السيادي، كل التباين السيادي تمام، وجزء من التباين الايه التفوق، وجزء من التباين الايه التفوق. عشان كده قيمه الحساب عن طريق الدامز يختلف عن طريق الايه السايرز، وهكذا. القيمه الثالثه اللي هو بياخد في الاعتبار السايرز والايه والدامز. قال لك في هذا الجزء او هذه الطريقه من الحساب اللي هي عن طريق اساس التغيرات ما بين الاخوه الشقيقات اللي احنا اعتمدنا عليه في التصور التاني، بيحتوي على كل التباين التجمعي وضعف التاثيرات الاميه ونص التباين السيادي وجزء من التباين اللي التفوق.
وجزء من التباين الأفقي، ودي السبب اللي بيخلي التلات تأثيرات مختلفة عن بعضها. وفي النهاية أتمنى حسن الفهم للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.